يا صباح الخير، 23/9/2011، ضيفي في فقرة الصحافة النهاردة الأستاذ خالد البلشي، رئيس تحرير جريدة البديل الإلكتروني. صباح الخير يا فندم. صباح النور. يوم جمعة أعتقد قليل من الأيام اللي ما كانش فيها مظاهرات في ميدان التحرير، صح؟ من الأيام القليلة من يوم 25 أعتقد هيبقى يناير في حاجة مظاهرة صغيرة جدا النهاردة. النهاردة. كانوا السلفيين داعيين عشان مظاهرة ضد الطوارئ وعشان أبو يحيى اللي هو الشيخ أبو يحيى اللي هو كان متهم في قضية كامل شحاتة. المفروض ده يحصل لكن بعد ما فيهاش تجمع كبير المفروض النهاردة أوي. لا لا ما فيش. إنما في تجمع بكرة في المدرسين بكرة. المدرسين بكرة المفروض يتجمعوا قدام مجلس الوزراء. نبتدي. عندنا 7 أخبار نقيناهم من الأخبار والأهرام والشروق والمصري اليوم. بنبتدي من الأخبار، صفحة أولى: المشير يدلي بشهادته غدا في محاكمة القرن والجلسة سرية. والأهرام صفحة أولى: قبول استقالة رؤساء 5 جامعات بينها القاهرة وحلوان. الشروق صفحة أولى: مليونية المعلم غدا أمام مجلس الوزراء والإخوان يبتنعون. المصري اليوم صفحة أولى: يوم الاحتجاجات، سائقو النقل والمعلمون يواصلون إضرابهم ورصيف مجلس الوزراء يستقبل 3 مظاهرات. من المصري اليوم صفحة أولى: حزب الإخوان يهاجم العسكري، مصر تتعرض لمخاطر بسبب استمرار المجلس في السلطة. الأخبار صفحة أولى: التعديلات النهائية لقوانين الانتخابات والدوائر بعد غد. والأخبار صفحة 3: الفلسطينيون يقدمون اليوم طلب العضوية الكاملة لدولتهم في الأمم المتحدة. الأخبار صفحة أولى: مشير يدلي بشهادته غدا في محاكمة القرن والجلسة سرية. الجلسة السرية ده قرار من محكمة من المرة اللي فاتت. هي طبعا ده المفروض على تقدير ان ده اليوم الأهم في المحاكمة اللي هو النهاردة السبت والحد، يومين مهمين جدا لأنهم شهادة المشير وشهادة الفريق سامي عنان رئيس الأركان. هل هيروح فعلا؟ هو ده السؤال الأولاني. المرة اللي فاتت المشير والفريق سامي عنان اعتذروا نتيجة الظروف الأمنية. أنا أعتقد المرة دي ما فيش ظروف أمنية. رغم ان حصل تاكيدات المره اللي فاتت برضك ان المشير رايح، المره دي في تاكيدات تانية من الجيش من القضاء العسكري بتقول ان هو هيروح. ايه اهم تعتقد الاسئله اللي هتتوجه الى المشير طنطاوي؟ اعتقد السؤال الاهم اللي هو هل صدر اوامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين ولا لا، وخصوصا ان في دلوقتي متقدم 65 بكره 65 حافظه مستندات جديده على فيها اطلاق نار ضد المتظاهرين. الجزء الثاني متقدم في 65 كلمة المشير في تخريج الدفعة الأخيرة من الشرطة، واللي هو قال فيها إن احنا اجتمعنا كمجلس عسكري ورفضنا بالإجماع إطلاق النار على المتظاهرين. فده طبعا ده مدخل ببعض المحامي المدعين بالحق المدني شايفين رفضنا إطلاق النار أي أن هناك أوامر وجهت لإطلاق النار والمجلس العسكري رفضها. المحامي الدفاع بيتكلم على فكرة أنه ربما يكون قرار اتخذ بدون صدور أوامر، بس هنا الحالة الشرعية اللي مبنية عليها الثورة أو شرعية المجلس العسكري أنه حمى الثورة وأنه هو امتنع عن ضرب النار. يعني ما أعرفش، بس أنا أعتقد أنها شهادة حاسمة وربما تغير كثير في الفترة القادمة. نثق في القضاء المصري ونثق في القاضي اللي بيدير محاكمة الرئيس السابق وأولاده و 6 من أتباع العدل والعدل نفسه شخصيا. من الأهرام صفحة أولى: قبول استقالة رؤساء 5 جامعات بينها القاهرة وحلوان. هي دي الحقيقة خطوة اتأخرت شوية، يعني دي مطالب رئيسية في الجامعات منذ الثورة، يعني من الترم من بداية الترم الثاني في الجامعة. الحقيقة ان كل رؤساء الجامعات المعينين في اعتراض على طريقة الاختيار الأولانية. الرقم واحد. رقم اثنين: في إجماع على أنهم تم اختيارهم بتقارير أمن الدولة فإنهم من أتباع النظام السابق. في مطلب رئيسي ومظاهرات دائمة من الأساتذة بأنهم يجري إعادة طريقة الاختيار بالانتخاب. وفي تقاعس غير مفهوم أصلا طول الفترة اللي فاتت عن إقالتهم أو إجراء هذه الانتخابات. الأسبوع اللي فات بدأت الانتخابات لأول مرة في الجامعات المصرية، وده شيء مبشر للغاية. بس أنا أعتقد أن لسه لم الاستجابة ليست على حجم مطالب الأساتذة. الأساتذة طالبين انتخابات في كل الصف الجامعي من أول رؤساء الأقسام حتى رؤساء الجامعات والعمداء. أنا أعتقد أن كثير من العمداء لسه ما زالوا باقين، وده مطلب رئيسي. المطلب الثاني هي زيادة
الرواتب والحوافز اللي هي مقررة للأساتذة، وخصوصا في الوضع السيء جدا اللي بيعاني منه أستاذ الجامعة. تمام أستاذ خالد، أنا عندي سؤالين. الأمن القومي هو حل محل الأمن الوطني. الأمن الوطني حل محل أمن الدولة كاسم. تمام. وكدور الحقيقة. هل نعم؟ وكدور الحقيقة. وكدور تمام. هل تعتقد أنك أنت لما بتيجي تنتخب رئيس جامعة، يعني مش المفروض أنك أنت تشوف السي في بتاعه أمنيا عموما بشكل عام؟ لا، المفروض أنا بنتخب منصب علمي. فالمنصب ملوش دعوة بالمنصب العلمي، السكة دي خالص. الأساتذة بيشوفوا الأصلح لإدارة أمورهم العلمية بدون تدخل طبعا خالص. هو في كارثة حصلت. الكارثة اللي حصلت أن هناك في خطأ دمه خفيف جدا، أن الراجل المسؤول عن جامعة القاهرة بدلا من أن يرسل التقارير الأمنية اللي هو بعتها للأمن الوطني برضك اللي مدالها يمارس دوره للأمن الوطني، أرسلها للصحف الأسبوع اللي فات، فتنشرت في جميع الصحف المصرية أن ما زال هناك. أنا عشان كده بسأل السؤال ده، عشان أنا قريته من يومين. ما زال هناك أمن، يعني ده كارثة. ده اللي بيحصل ده معناه إصرار على استمرار سطوة أمنية على الجامعات، هي المفروض تتحرر من سطوة الأمن. بس هو راجل يعني موظف كتر خيره. طيب سؤال يعني ممكن يعني يبدو أن هو يعني ساذج شوية، هو مين اللي بيخش الانتخابات بقى بتاعت الجامعة، أو يعني رئيس الجامعة مين اللي بيدلي بصوته؟ هل الأساتذة فقط ولا ممكن الطلبة كمان؟ لا، الأساتذة. هو لأنه هو المفترض بعض الموظفين أو إدارية الجامعة كانوا بيطلبوا بالإدلاء بصوتهم، بس ده كلام مش منطقي. مش منطقي. المرة دي أنت تنتخب من يدير أمورك العلمية. تمام. فلازم يكون أستاذ. تمام. الجزء الأولاني فهم الانتخابات بدأت عموما الأسبوع اللي فات، وبعض الجامعات بدأت فيها على مستوى رؤساء الأقسام. عظيم. من الشروق صفحة أولى، مليونية المعلم غدا أمام مجلس الوزراء والإخوان يمتنعون. الإخوان يمتنعون من أول ما كسبوا الانتخابات. يعني ده قرروا أن يعني من اللحظة الأولى قرروا أن هم بعد ما كانوا مع الإضراب قرروا أن هم يبيعوا الإضراب. يعني كسبوا الانتخابات معلش؟ يعني اللي حصل الانتخابات نقابة المعلمين حصلت. فالإخوان كانوا أحد الداعين الرئيسيين للإضراب بتاع المعلمين، اللي هو الحقيقة إضراب مشروع وبيطالب بحقوق حقيقية للمعلم. نعم. النهاردة كسبوا، بكرة قرروا مقاطعة الإضراب، وبعدين قرروها هيقطعوا كل الفعاليات بعد كده. بل بالعكس، هم بيحرضوا ضد الإضراب وبيدعوا الناس تعالوا، يعني هم بيمارسوا دور أنا أعتقد أنه كاشف ورسالة واضحة للناس اللي موجودة. دول هيدفعوا مصالحهم ولا بيدفعوا مصالح حاجة تانية؟ نعم. بكرة أنا أعتقد أنها ده تصعيد. هل توصل لمليونية فعلا؟ هيبقى أعداد حشدة، إنما ما أعتقدش أنها توصل لمليونية، إنما هيبقى أعداد كبيرة، لأن الحياة المرة دي المعلمين أنا شايف أن المطالب ما يطالبونه بهي مطالب مشروعة جدا طبعا 100%. هو ما بيطالبش بالمطالب خاصة بي بس، كان مطالب لتطوير العملية التعليمية. التعامل مع المعلمين ومطالبهم كان تعامل شديد السوء من الحكومة. هو كمان راهن، أعتقد أن الحكومة راهنت على أن انسحاب الإخوان من الإضراب ربما سيضعفه، لكن الإضراب يتصاعد يوما بعد يوم. أنا أعتقد أن الرسالة دي أول خطوات التصعيد اللي هيتغذى المعلمين، وفي خطوات جاية المفروض حسب هما